لا شك بأن الولايات المتحدة لم تستعمل كل قواها الدبلوماسية والسياسية والعسكرية ليوقف هذه الضربات على الجيش الأمريكي، إن كان في العراق أو في سوريا. يعني وصلت هذه الضربات إلى 46 ضربة في منذ أكتوبر 17. يعني هذا أمر مستهجن جدا، أن تقوم دولة أو وكلاء دولة في المنطقة بأعمال عسكرية ضد الجيش الأمريكي. هناك بحسب تصريحات البنتاغون أكثر من 50 جندي أمريكي أصيبوا بجروح مختلفة من جراء هذه الضربات، وإلى الآن يبدو بأن الرئيس بايدن غير قادر، أو أنه لا يريد أن يوسع رقعة الحرب وأن يضرب المصالح الأساسية الرئيسية لإيران في الصميم لكي يوقف هذه العمليات. صحيح إيران تتبرأ من هذه العمليات وتقول بأنه ليس لدينا نحن دخل فيها، ولكن ندرك جيدا أن إيران هي التي صرفت مليارات الدولارات على تسليح حماس وتدريب مسلحي حماس وإعطائهم المال الكافي، وكذلك صرفت مليارات الدولارات على حزب الله الذي يهدد أمن إسرائيل من الشمال. إذن إيران هي وراء هذه العمليات، ولكن بصورة غير مباشرة. إذن على الولايات المتحدة، على الرئيس بايدن، أن يتخذ قرارا بضرب مصالح إيران الحيوية، مثلا ضرب مواقع الحرس الوطني في إيران. هناك عدد كبير من الأماكن في داخل إيران ممكن أن تقوم بها القوات الأمريكية، كما فعل الرئيس رونالد ريغان في الثمانينات عندما أغرق الأسطول الإيراني. بإمكان الجيش الأمريكي أن يقوم بنفس العملية في هذه الفترة، ولكن لسبب ما أعتقد بأن إدارة بايدن التي تعتبر تتمة لإدارة الرئيس الأسبق أوباما تريد أن يكون لإيران دورا بارزا في إدارة شؤون الشرق الأوسط. لذلك تجد بأن تقوية إيران يميل مع هذه السياسة، لأنه هناك فريقين في الوقت الحاضر في الشرق الأوسط، الفريق الذي يريد التطبيع مع إسرائيل، والفريق الممانع الذي يتمثل بإيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن. إذن الوضع في الوقت الحاضر هو صعب جدا، والولايات المتحدة يبدو بأنها لا تريد أن تغير من الوضع الحالي.